طب تعالي نرجع كده في السنين، يعني انت بتمثلي سنوات طويله جدا والتحقتي بالمعهد العالي للفنون المسرحيه وانطلقتي من سنه 62 تقريبا. تعينت 62 بس اتخرجت 63. بس 63. تعينت في مسارح التلفزيون 62 هنا في التلفزيون المصري. كانت المسارح اللي كان في الهوسابير. في الهوسابير. كان المقر في الهوسابير. المقر كان في الهوسابير. طيب، وفاكره اول الاعمال اللي عملتيها على المسرح؟ كانت في قلوب خاليه. كانت مسرحيه قلوب خاليه. أهم أستاذ نور الدمرداش. أيوة طبعا أستاذ نور الدمرداش. المشوار ده يعني عمرك ما، يعني أنا دايما بقول إنه الفنان المبدع مش بيهمه اسمه يبقى قد إيه أو الحجم الدور قد إيه، مهم هو هيعمل إيه بالظبط. أصلح يعني أنت بتخشي بتقول لو قلت جملة وقلتيها حلو بتثبت، الناس بتحس بيها، بتوصل للناس لما بتقوليها من القلب، بتوصل لقلب الناس. فمش شرط تكون جملة جملتين، مشهد مشهدين. ما كانش ده يقلقك أبدا؟ لا لا أبدا خالص. لا 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 أبدا. كنت حابة التمثيل نوع من أنواع الهواية يعني، أو يعني حباه زي حبة. ما هيجي الدور بتقبليه، ما كانش عندك يعني أي دور كان يجيلي لازم أعيشه يعني. كان الله يرحمه فهمي، الأستاذ فهمي الخولي، كان يقول لي يا عاطف أنت لما بتاخدي دور صغير بتعملي حالة على المسرح. يعني في الغربة مع الأستاذ أحمد بدير كان دور الأم صغير، إنما عملت حاجة يعني كنت بخش مش عارفه اقول لك انا كانت الحاله عامله ايه. وكانوا بيحبوني ازاي وكنت عايشاها وحاجه باينه وواضحه. فكره مش سهله لانك بتقدمي الدور ده كل يوم. فاكره جمل من اول ما كنت بتدخلي بتقوليها؟ فاكره جمل كده من المسرحيه او من اي دور عملتيه؟ مش فاكره، مش عارفه يعني. أنا عارفة أنتوا أول ما تدور الكاميرا ما بتنسوش أبدا، بس بنكون حافظين وعارفين الكلام. يعني مين من الأجيال بتاعتك اشتغلتوا مع بعض من الفنانين؟ طالعين الأستاذة هالة فاخر، الأستاذة مديحة حمدي، الأستاذ حسين الشربين الله يرحمه، محمود الحديني. أيوة. دفعتي. دفعتي. دفعتي في المعهد. يعني مجموعة يعني، معلش بقى الذاكرة. طبعا. لا انت جميلة جميلة واستاذة. انا شايفة هنا في التاريخ في مسلسلات تاريخية، في مسلسلات حاجات دمها خفيف، في حاجات يعني انت في ليالي الحلمية الجزء الخامس كنت موجودة. كنت موجودة. كنت مربية ابن صلاح السعداني الجديد اللي هو اصغر واحد. اللي هو اصغر واحد. وحضرتي شويه من كواليس الحلميه. يعني شويه. من كواليس ولن اعيش في جلباب ابي. ولن اعيش يعني مامة احمد سلام. ايوه كنت مامة احمد سلامه. ايوه. طيب.